مش سايبه حتى في المنتخب، ودخل معاه في تحدي جديد، منافسة بتجمع بين صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري وساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي وزميل صلاح السابق في الريدز. يا ترى ايه الحكاية؟ واضح ان المنافسة بين صلاح وساديو ماني ما انتهتش ولسه في فصول تانية. صلاح وماني كانوا ابرز نجوم الريدز، كان بينهم منافسة شرسة في الوقت ده اللي اتحولت بعد كده لنوع من العداوة، وده اللي كشفه فيرمينيو زميلهم الثالث في الريدز ولاعب اهلي جدة. محمد صلاح في مباراة المنتخب اللي فاتت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قدر يتصدر قائمة هدافي التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وده بعد نهاية الجولة الأولى. صلاح سجل 4 أهداف وهو أكتر من أي لاعب تاني في مباراة الجولة الافتتاحية في المجموعات التسعة، لكن المفاجأة كانت في اسم اللاعب اللي بيلاحق صلاح وبينافسه على تصدر قائمة الهدافين. اللاعب ده هو ساديو ماني، أيوه زي ما سمعت كده. صلاح في رصيده 4 أهداف وبيجي بعده في الترتيب ساديو ماني برصيد 2، وده اللي وصفه الجمهور بأنها منافسة جديدة بين صلاح وماني والشاطر اللي هيكسب في الآخر. صلاح وماني اتسببوا في جدل كبير في الفترة اللي كانوا فيها مع بعض في الريدز، وده بسبب الخلافات اللي كانت دايما بتظهر بينهم واللي اتسببت كمان في ان كل لاعب منهم كان بيعتمد انه ما يمررش الكورة للتاني. كمان الايام اللي فاتت كشف اللاعب فيرمينيو نجم الريدز السابق واللي كان بيزامل صلاح وماني عن مفاجأة بسبب الخلافات ما بينهم، وقال فيرمينيو ان ماني ما بيحبش صلاح ولا صلاح بيحب ماني بالمناسبة. ومش بس كده، لكن كمان وصف العلاقة بين اللاعبين في الليفر بانها من أسوأ اسرار ليفربول، العلاقة بين اللاعبين كانت متوترة. وقال فيرمينيو كمان ان الخلافات كانت قديمة، لكن مباراة بيرنلي ابرزتها للشاشات بعد المشكلات السابقة غير المعلنة. ساديو ماني كان غاضب بشدة على الرغم من فوز فريق ليفربول بنتيجة 3-0 في المباراة دي، وان سبب غضب ماني كان بسبب تصرف صلاح بمحاولة احرازه الهدف، على الرغم من انه كان في امكانه تمرير الكرة لساديو ماني اللي كان في وضعية افضل للتسجيل، لكن صلاح اتصرف في الكرة بطريقة فيها بعض الندية والانانية، وده اللي ضايق ماني، ومن هنا بدأت شرارة الخلافات. وقال كمان ان الخلافات بين صلاح وماني بدات في مواسم سابقه، لكن كانوا بيحاولوا تهدئه الامور. وقال كمان ان اللي حصل في مباراه بيرنلي كان ساخر للغايه، خصوصا ان الكاميرات كانت بتركز على الثنائي. الخلاف بينهم ما كانش امر كويس، كان يجب ان يتم التحكم في الوضع حتى لا يصل الخلاف الى الجمهور. محمد صلاح قدامه تحديات كبيره في الفتره اللي جايه، منها مساعده منتخب مصر على انه يوصل لكاس العالم، وده غير كمان هياثر على ترتيب صلاح في قائمه الافضل في العالم، ومن احلام صلاح طبعا تحقيق الكره الذهبيه. لكن يا ترى في التحدي الجديد بين صلاح وماني مين اللي هيكسب؟